الـ Onset of Duration of Action اللي هي الـ Limit Solubility بقسموه N
حاجه الترا شورت اكتنج وشورت وانترميديت ولونج اكتنج. طب سيادتك تعرف المثال الترا شورت فايو بنتان فايو بنتان فايو بنتان هو الفينتوسان. الشورت والانترميديت الشورت فيها واحد بس اللي هو السيكو باربيتان سيكو باربيتان فيها قوي. اللونج اللي هو الفينو باربيتان ده الكلاسيفيكيشن على حسب الكونسبت اكشن والديوريشن. لو ان الشورت اكتنج ده او الاسترا شورت بيشتغل من النص لساعتين التاني بيشتغل من 3 ل 6 يعني 3 الى 6 انتو 8 ل 12 الثالث ده ممكن يشتغل اب 72 ساعة 94 ساعة فينو باربيتان. الترا شورت بما ان هو الترا شورت يعني ليفل سوليوبيليتي ذا هايست يعدي البلاد برين بارير في ثانية فيعمل لك اناسيزيا ده بيستخدم في الاناسيزيا. يبقى الصايب انتاب ده بيستخدم في الاناسيزيا مش في الاناسيزيا. الشورت والانترميديت شوية انكزايتي ماشي شوية انسومنيا. اما اللونج اكتنج ده بيستخدم كانتي كومباكس. لو ايه بقى؟ لو ان الكلاسيفيكيشن ده ما بيخدمش الكلينيكال مانيفستيشن يعني رغم انت كاتب الديوريشن اوف اكشن نص ل 2 3 8 92 ممكن المانيفستيشن او الهاف لايف او الديوريشن اوف اكشن تطول قوي. فراح احطهم لك كلاسيفيكيشن جديد اسمه نيور كلاسيفيكيشن. سموا نيور ده يا اما شورت يا اما لونج. وضموا الثلاثه الاولانيين اللي هم الالترا شورت والشورت والانترميديت سموهم شورت واللونج خلوه شورت. تاني دي كلاسيفيكيشن على حسب الديوريشن اكشن قسموا انتو الترا شورت اكتنج اللي هي الفايو بنتان اشتغل من نص لساعتين بيعدي البلاد برين بارير بسرعه عشان كده بيستخدم في الاناسيزيا. فكره الاناسيزيا فايو بنتان بلاد فلود سيرم يا جماعه في مصر الحقيقه في مصر الحقيقه كان زمان يحيى مصر الحقيقه يقرر كل حاجه ده الصايب التاني نص ساعتين برود سيرم مصر الحقيقه. شيكو باربيتال شورت انترفيس سيرم ما بين 3 ل 12 ساعه او 8 ل 6 ل 8 ساعات او 6 ل 12 ساعه. اللونج اكتنج الفينو باربيتال ده بيشتغل 90 ساعه ممكن يستخدم كاز انتي كومبالز انتي كومبالز ضد الشاكين ده على حسب الاسم. لو ان الكلاسيفيكيشن ده مش مرضي ليه مش مرضي؟ لان المانيفستيشن بتاع المريض ممكن تطول عن المده اللي انت قايلها ممكن تطول عن المده اللي انت قايلها. فانا بنقسمه تقسيم تاني على حسب المانجمنت تعالجه ازاي؟ ايه اللي ينفع لده وايه اللي ينفع لده؟ فقسموه الشورت ولونج حيث الشورت هو الشورت والالترا شورت والانترميديت واللونج هو اللونج ماشي الحال؟ ورجع فرقهم على حسب على حسب الفارماكوكينيتيك بتاعه. قسمهم على حسب الفارماكوكينيتيك بتاعه. قرن مهمه جدا. هفرق ازاي بين الشورت واللونج على حسب الفارماكوكينيتيك. ولا بنفرق على حسب الليفت سيلوبيليتي على حسب الايونيزيشن البوتنسي والبلازما بروتين بايندنج البي دي الرينال اكسكريشن والبيتا جيز بتاعه. بعدين بعدين هنا هنا هي هي ركز ايونيزيشن على اثنين بوتنسي وبلازما بروتين باين عندك بي دي يورينا اكسكريشن وعندك حاجه البيتا جيز بتاعك ده الشورت اكتنج ده اللونج اكتنج. نفهم عشان ايه؟ نسهل في التركيز. الشورت اكتنج متوقعين الليفل سيلوبيلتي بتاعته تبقى هاير هاير ليفل سيلوبيلتي. بعدين يا جماعه هاير ليفل سيلوبيلتي قلنا ليفل سيلوبيلتي عالي يعدي البلاد برين بارير يعمل ايميديال هيبنوزس او اناسيزيا ده هاير يبقى اللونج اكيد لسه العكس يعني الايونيزيشن العكس هتلاقي الايونيزيشن في اللونج ده هاير تاني لس بدنا في حته الحته دي هنقولها دلوقتي بلازما بروتين بايندنج خليها لون اللي هاير ده اللي هاير بلازما بروتين بايندنج ده لس بلازما بروتين بايندنج البوتنسي من الاقوى
هي مور توكسيك شورت شورت اللي موت شورت اللي موت اكتر يبقى ده مور بوتنت توكسيك ده ليس بوتنت توكسيك. البي دي فوليوم ديستريبيوشن الهون فوليوم ديستريبيوشن بتاعه اعلى شورت عشان كده بيعدي تيشر يعدي الفريم ده ليس الرينال اكسبريشن الهون رينال اكسبريشن اكتر ده اللي هو اللون ده ليس لاحظ ان هو الاثنين غير بس ده الاثنين لسه عكس بعض فيتا دوز لونه كده فيتا دوز هنا دي 3 جرام هنا 8 على 10 جرام عشان ما تنساش عشان ما تنساش عشان ما تنساش وبعدين يعني مش كل الاثنين ممكن بعدين يا جماعه هنكبر شويه معقوله قوي يعني نكبر شويه معايا عشان ما تنساش افتكر ان اللون الفريم ده الفريم ينفع معاه ثابت الفرصه بتاع السلايم ده وبالتالي عشان ينفع معاه يتقال ان الفرصه بتاع السلايم ده يرتز لازم يبقى رقم واحد هاي ايونيزيشن رقم اثنين ليس بلازما بروتين باي رقم ثلاثه ليس فوليوم ديستريبيوشن رقم اربعه رينال كليرنس بس يا راجل بتاعت اي بويزن ينفع له هيمو دياليسيس ينفع له فرصه الكلام ده يرتز عشان ما تنساش لازم يبقى ايونايز لازم لازم البروتين يبقى قليل والفوليوم ديستريبيوشن بتاعه قليل ويطلع تريك كده ده اربعه الباقي هتكسر مش فاضل حاجه يعني ما بيشتغلش بسرعه عشان كده يبقى ليس ليفل سولوبل واخر حاجه التوكس بتاعت او التوكسيس بتاعت ده ما بيشتغلش بسرعه يبقى هو ليس توكس ده ما بيشتغلش بسرعه ما عندش الباص بيه بسرعه يبقى هو ليس توكس بالنسبه لو كنا بنقول ان هو هاي بلازما بروتين بايننج وفي نفس الوقت نقول هاي بلازما بروتين ديستريبيوشن ازاي واصلا علاقه عكسيه بين البلازما والبروتين اللي هنشوفها في البلازما بروتين بتاعه هاي بلازما بروتين بتاعه ده معناه ان هو هيشتغل على بلازما بروتين تمام يروح يخلص ديستريبيوشن عمل اكشن بلازما بروتين تشيله ده بروتين ليفر كون اللي هو ليس رينال اكسبريتد في الشورت اكتف هاي بلازما بروتين هاي ميباتيك ميتابولايز ده اللي بيفسر ليه هو شورت ديوريشن بيكسر بسرعه بيكسر بسرعه ضمن الاكشن بتاع الرسم الروتين هو شيل الدراج يدي الليفر صح؟ شيل الدراج يدي الليفر هو لما بيشيله يدي الليفر بيكسر بسرعه بيكسر بسرعه شغل بسرعه فين بسرعه ده اللي بيفسر ليه بيشتغل بسرعه وليه الديوريشن بتاعته شورت حسبناه ليه شورت لانه بيكسر باكستنسيف ميباتيك ميتابولايز استنسيف ميباتيك ميتابولايز الدراج لو هو فري هو فري مش هيروح مش هيروح الليفر صح لازم حاجه تشيله تبقى تشيل الليفر يكسره ستيل في الباك ميتابوليزم بيشتغل شغل في بس هو مش هيلعب حد في الباك ميتابوليزم هو مركز على رينا لان احنا قلنا الكلاسيفيكيشن بتاع حسب مانجمنت عارف ازاي انا ما عنديش حاجه خالص في الليفر يا جماعه ما عنديش حاجه خالص في الليفر كل المانجمنت بتاعي هي الاليمينيشن ازاي استعد الاليمينيشن تاني ما
مش دي مش فيزياء. فتقول لي اوميجا الفا ثلاثة مع مش عارف ايه. لا والله يا عم الدنيا خلصت. الساعة ونص بتاعت بكرة يوم. اللي حاجة هتخلص النهاردة هتخلص النهاردة. ما تقوليش انت ان شاء الله بسرعة كله بعد عليهم. بعد الدنيا كله. عايز تتكلم يا جماعة اتكلم بره. الريسبيراتوري ديبريشن نفس الكلام ولا بيحصل ريسبيراتوري سنتر ديبريشن
عشان الانيشال ستارت سنتر تحصل لي اللي انت عايزه بقى، هايبرفنتيليشن، تحصل لي اسفيكسيا، تحصل لي انوكسيا، تحصل لي حاجه شهيره جدا اسمها كاين ستوب ريسبيريشن. كاين ستوب ريسبيريشن بتعمل كده مرتين. فين كاين ستوب ريسبيريشن؟ ماشي. تاني الكربون مونوكسيد. الكربون مونوكسيد ايه تاني؟ ماشي ماشي خش يا عم. ما قالوش عامل اثنين لون، صباح الفل. كانوا فوسفرس والمورفين، كانوا فوسفرس والمورفين عملوا كاين ستوب ريسبيريشن. هو يعني كاين ستوب ريسبيريشن؟ بيعمل بيشر باص موتر سنتر ريلاكسيشن سموث ماسل باص دايليتيشن ديكريز المايوكارديال كونتراكتيليتي. كل النتيجه البيشر تخش في شوك، هاي بوتنشال شوك، باص موتر سنتر فوق والهارت تحت والبلوت فيزل كلها انهبيشن، وبالتالي يبقى هاي بوتنشال شوك. جاي تي بيقول لك بيقلل الجاي تي موتاليتي. ماشي. ممكن يعمل لك ديجريد الجاستريك امتي. ماشي. ممكن يعمل لك حاجه اسمها نان اوكلوزيف سباينال انفاركشن، يعني من غير ما البلاد بيزل تتقفل يحصل انفاركشن في السباينال بلاد بيزل. ده كله بسبب الهاي بوتنشال وشوف اللي حصلت الريبليست بلاد سبلاي والجي اي تي بلاد سبلاي. مش كل كلمتين يا جماعه كل حد يقول كلمه، يعني كل حد يقول كلمه مش هنفكس. مش عارف ايه الناس، انا مش متحيل في القعده ولا ايه؟ حاجه كاركترستيك جدا بيعمل انهبيشن هيدري جلوتينج سنتر. كاركترستيك هيدري جلوتينج سنتر انهبيشن يكون فيها هايبو تيرم. ده حصل انهبيشن يكون بيعمل سينس ديبريشن. يبقى سينس ديبريشن يبقى ديبريشن هيدري جلوتينج سنتر هايبو تيرم. السكين مهم جدا بيعمل حاجه اسمها بومنس سكين ليجن. بومنس سكين ليجن دي بوزيشن كده اكتب باربيتوريت بيرن. باربيتوريت بيرن انا في ديجري دي بيحصل باربيتريت بير، بيحصل اوفر بريشر اريا بين النيوز والفينجر على الباتوكس مش مكتوبه، على الني، على المالوس. ده كله يعمل لي باربيتريت بير. بيعمل نيفرو اكسيست طريقتين، يا اما دايركت يا اما هاي بوتنشال وشوك. زي مين اللي كان بيعمل نيفرو اكسيست طريقتين؟ اسمع قول كان بيعمل نيفرو اكسيست طريقتين دايركت والدايسانسيليت. شوف السانسيليت دايركت نيفرو اكسيست والدايركت هاي بوتنشال وشوك. ده اللي هي البارميترين. تاني كلينيكال ديكشن والبارميترين رقم واحد سيريس ديبريشن، هما باب داون وورد ان جريد فاشل. جريد واحد وجريد اربعه. رقم اثنين ريسبيراتوري ديبريشن، هل اسفيكسيا، هايبرفنتيليشن، انوكسيا، ساينوزس، كاين ستوب ريسبيريشن. رقم ثلاثه انهبيشن هيدري جريدنج سنتر، البيشن بيخش فيه هاي بوتنشن. رقم اربعه انهبيشن كاردي باسكولار سيستم، البيشن بيخش في هاي بوتنشن وشوك. كاردي باسكولار ديبريشن بسبب سكريتال ماسل ريلاكسيشن، سموث ماسل ريلاكسيشن، سبب انهبيشن كارديو كونتراكتيليتي، سبب انهبيشن بازو موتر سنتر. يعمل بولس سكين ليجن، بولي سكين بيرن، باربيتري بيرن 7% من الناس اللي لهم كوما خلال 24 ساعه اوفر بريشر جاري. يعمل لي رينال توكسيستي يا اما دايركت نفرو توكسيستي يا اما دايركت هاي بوتنشال شوك. حصل بسبب الافكشن كارديو ماسكولار الافكشن ده يعمل لي افكشن على الجي اي بي، قلل الموتيلتي والامتي، هيفيد في الجريت جاستيك لاباج. ممكن يعمل لي نت اوكلوسيف سباينال ستارش ما تنساش او فرش. ما تنساش ان المريض ده بيحصل له حاجه اسمها سسبندد انيميشن. سسبندد انيميشن فالجريت رجع زي الكوبيت، رجع زي الالكتروكوشن، يدخل المريض في ديد لايف ستيت.
ديف لايف ستيج، يبقى لما اشتغل عليه هتبدا اشتغل انت لما رايد الموت يحصل، ما يقاسش منه بسرعه، ما يقاسش منه بسرعه، ما صرحش بالدف ان هو عباره عن ديف وهو عباره عن ديف لايف ستيج، وخاصه البربيترين بيقلل الميتابوليزم بتاع البرين سيل، يعني ايه الميتابوليزم بتاع البرين سيل؟ يعني المريض يخش في كوما يوم يومين يصحى زي الفل، مفيش اي حاجه خالص، يعني اس نورمال، لان الميتابوليزم بتاع البرين سيل بيقل. ده البربيترين بيعمل لي ديث لايف ستيت كوز اوف ديس بيحصل لي ايرلي اول 24 ساعه سي ان اس ريسبيرتوري سنتر ديبريشن سي ان اس ريسبيرتوري سنتر وكارد فاسكولار ديبريشن يموت في اول 24 ساعه اول اسبوع يومين الاسبوع يموت المريض ده من برونكولوماريا انفكشن انا عندي هايب فنتليشن واللنج مش شغاله كويس وعندي هايبوكس بيحصل لها اسبيريشن برونكولوماريا بعد اسبوع تخش اللعبه بتاعي رينا الفيلم بعد اسبوع لثلاث اسابيع علينا الفيلم حتى حلو قوي دي كوزو ديس اول يوم ريسبيراتوري سنتر والكارد باسكولار ديبريشن كارد باسكولار وريسبيراتوري فيليا سنتر ده اول يوم الاول ثاني يوم الاسبوع برونكولوموني بسبب الهايبو فنتليشن بعد اسبوع يموت من رينا الفيلم بعد اسبوع يموت من رينا الفيلم ايه الانفستيجيشن مطلوبه لشخص زي ده؟ كالعاده واعتبر الفايتال ساين كاننا في الانفستيجيشن يعني سيبشن انفستيجيشن نعمل مونيتورنج للفايتال ساين زي البلاد بريشر البالس الريسبيراتوري ريت التمبريتشر الانفستيجيشن الاصليه بما ان في انتروبيوتيك اعمل ليفل باربيتريت ليفل او في نوبارتال ليفل رقم واحد ها بما ان الباربيتريت من ضمن الدراج ابيوز هعمل توكس سكرين يورين وبلاد تحليل المخدرات وهعمل روتين كل روتين انفستيجيشن روتين انفستيجيشن اعمل تحليل مخدرات للمريض ده ماشي يورين ممكن اعمل ثيرابيوتيك ليفل هي الباربيتريت اعمل مونيتورنج للفايتال كوم ماشي الحال مش هنلاقي عارف انت العاده التريتمنت بتاع اي بويزن في التوكسيستي مركز باربيتريت كده باربيتريت كده ضمن السته اللي شرطه يبقى كده الاي بي سي ينفع معاك بليت شاركول ينفع معاك كاثارتس جاستريك لافاج مفهومه ديليت جاستريك لافاج بما انه ديبريسن هيقلل الجي اي تي موتيلتي وهيقلل امبوست بليت شاركول ابزورب بتاع الشاركول كاثارتس ينفع اعمل له ايه ديكونتامينشن بالكاثارتس اليمينيشن ينفع اربعه ينفع ايمودالسيس ينفع امبورفيوجن ينفع فورس الالكالاين دايورسيس ينفع مالتيبل دوز بليت شاركول الدرجه دايما بتبقى على الاليمينيشن وعلى الاي بي سي معظم الدرجه على الاي بي سي والاليمينيشن راجل فوكوما ملوش عندي دور راجل فوكوما ملوش عندي دور الاولانيه فرصه الكلام دايوس ينفع فرصه الكلام دايوس بالشكر للونج لونج كمان ده ينفع اللونج اكشن جول لازم بروتين بايندنج بتاعه قليل ايرمايز بولر سوليوشن بتاعه قليل ينفع علينا الاكسكريم ده فرصه الكلام دايوس اكتب لي في كده برنسبل جنرال برنسبل بتاع اجيبه مش جنرال والميثود بتاع مش جنرال مش هقوله كله برنسبل والميثود ليه بعمل فرصه الكلام ده بس بعمله ازاي ده مش جنرال ليه متعارف نفس الكلام ينفع في اللونج اكتنج اون واحسن من فرصه الكلام ده واحسن من فرصه الكلام ده كل واحد احسن من الثاني بالترتيب كده فرصه الكلام في اللونج ماشي واقول البرنسبل والميثود بتاعه
ليه مدرس هقول في اللونج بس واحسن من فرصه الكلام دارس واقول امتى بستخدمه. اقول لك لو الليفل اكتر من 100 مايكرو جرام على الدي سي ليتر اكتر منها بيساوي او عندك لايف ثريدنج كونديشن. الراجل ده عنده لايف ثريدنج كونديشن امتى؟ هو هيكون في 24 ساعه في ايه؟ حاجه في الريسبيريشن وحاجه في الكارديو باسكت صح؟ ولو عنده سيفير شوك او عنده بالمونري اجتراح دماغي سيفير شوك او بالمونري ايدين ساعتها المريض هيكون في 24 ساعه لازم اعمل له هيمودايالز. انظر في يوزر داتا بيس احسن من هيمودايالز بس بيستخدم في الاثنين بقى معانا. ده اللي ينفع في اللونج وفي الشورت. ده اللي ينفع في اللونج وفي الشورت فاهمين؟ ليه الهيموبرفيوجن ينفع في اللونج والشورت؟ ليه اصلا الهيموبرفيوجن احسن من دارسس؟ ليه؟ تمام الاثنين دول؟ تمام تمام ما بيهموش البلازما بروتين بايندنج فالراجل تريتمنت تاني السبورت تريتمنت مفيش حياتك بقى كل حاجه. الوالد ده عنده هايبوثيرمي عالج الهايبوثيرمي. الوالد ده عنده كوما كير اوف كوما اكتب جنبها بالتفصيل الممل التفصيل الممل كير اوف كوما شفره ازاي عالج الكوما 1 2 3 4 10 كير اوف كوما. البيشنت ده عنده كارديو باسكولار ديبريشن اديله ديجيتالز. البيشنت ده عنده انفكشن ممكن نمونيا اديله بروفلاكتيك انتي بايوتيك. في دكه اوعى نيفر ايفر ليفر تدي زي نست ستيمولانت او سبيرات ريسيفر ستيمولانت اجرين توكسيك كوما افويد الحاجات الستيمولانت. ليه؟ لان هيحصل حاجه من ثلاثه او هيحصل الثلاثه مع بعض. هتزود الاوكسجن ديماند للبيشنت ده تزود الاوكسجن ديماند يحصل له كونفالجن يحصل له سايكاتريك مانيفستيشن. زود السايكاتريك مانيفستيشن انت بتكتب كده بانيك اتاك بانيك اتاك تاني الحته دي. قلنا في الجنرال المفروض اي سي ان اس ديبريشن افويد البيشنت ده الحاجه الاستيمولانت. رقم حاجه اسمها دوكسابرام. دوكسابرام ده ريسبيراتوري ستيمولانت. ريسبيراتوري ستيمولانت دي ما ينفعش ينفع في اي حاجه. اي مريض عنده ريسبيراتوري فيلر تدي له دوكسابرام. ما ينفعش في حاله الدراج انديوس سي ان اس ديبريشن. ليه؟ ان البيشنت سي ان اس ديبريشن عالجه بالسبورت تريتمنت بتاعه. لو حاولت تفوقهم فاكرين اللي مقوله بتاعت الجنرال دونت فلاج اطير هورس دونت فلاج اطير هورس. وصل لسه طالع من السبق وعمال مش قادر ياخد نفسه هلففه ودخله سبق تاني. ده انا عندي المريض الريسبيراتوري سنتر مش قادر يشتغل طبيعي. هديله حاجه خليه يشتغل بالعافيه دب 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 يشتغل بالعافيه. ايه اللي هيحصل؟ رقم واحد مش افكت البروجنوز البيشنت ده مش هيقوم. ولو قام هيقوم بكونفالجن وحلني لو عرفت تنيمه تاني. يعني هيقوم بكونفالجن في بير كونفالجن ستيتس ابليبتكس تموته ومش هتعرف تنيمه خالص. تسيبه نايم يا عم تسيبه نايم يوم يومين ثلاثه بدل الفايتال ساين بتاعته انت مظبطها بالاي بي سي هينام يومين ثلاثه يوم بعد كده زي الفل. ماشي الحل؟ كاتب لك بعض الحالات اللي الهيبنوتيك ممكن استخدم دوكسابرام بس هو مش قاصد البربيترين. هو مش قاصد البربيترين اكتب اكزامبل كده نضطر نكتبه بوبرونورفين. البابرونورفين ده بستخدم الدوكسابرام في البابرونورفين اللي هو داز نوت ريسبوند للنالكزون ده وبي صباح الفل ده وبي ده وبي. البابرونورفين لو المريض ما استجابش للنالكزون ممكن استخدم الدوكسابرام. ممكن استخدم الدوكسابرام سيلكتد يعني سيلكتد التريتمنت بتاع البيشنت اللي موجود فيه اكيوت باربيتوريت توكسيست رقم واحد كي بي سي للتفصيل الممل الحته اللي فاتت ده و10 هالكوما كوكتيل كونتامينيشن 4 جاستيك لافاج جاستيك لافاج فيتشر كورت بعد الاليمينيشن 4 بعدين كورس اوف جرام ديرز دي موديلز كوم بروفيوجن مالتيبل دوزك فيتشر كور كورس اوف جرام ديرز بس لونج اكتنج اكتب البرنسبل والميثود الهيموداليس احسن من فرصه الكلام ديرسز في اللونج بس. واكثر ليفل استخدمه امتى؟ ليفل اكثر من 100 او يساوي 100 مايكرو جرام على الديسيليتر
او المريض عنده هايبرتنشن مانيفيستيشن هنا ريديما وسيفير شوك او هايبرتنشن كونفيوجن احسن من الاثنين الفورس الانترنت بيرسس ومن الهيموداياليز استخدمه في اللونج وفي الشورت مالتي بروزك فيتشر كول انتربت الانتيروباتيك سيركيوليشن الانتي دوت مش انتي دوت السبورت تريتمنت والتفصيل الممل اول حاجه فيرو كوما التفصيل الممل هايبوثيرميا بروفلاكتيك انتي بايوتيك خلي بالي من الجدول ديبريشن هديله شيء ثالث مش الحل اعالج السكين ليجن والبريد هيرز زي ما كتبت في الكتاب البيشنت ده افويد الاناليبتيك اللي هو السبايراتيك ستيمولانت او الدوكسابرام لانه هيقلب بالعكس يزود الكونفرجن يزود الاوبشن ديماند احنا لسه قايلين حاله البربيتورين سليبرو بروتكتر عارف يعني سليبرو بروتكتر ومريض في كوما في نفس الوقت المريض البريد بتاعه الميتابوليزم بتاعه قليل يعني مش عايز اكسجين كتير سيادتك تتشمل اللي بيديله اناليبتيك يعوز اكسجين ومفيش اكسجين يحصل له انفاركشن رغم ان هو يصحى بعد يومين ثلاثه ما عندوش حاجه فالدوكسا برام يزود الاوبشن ديماند يزود الاكسيتابيلتي بتاعت البيشنت سايكاتري ممكن يقوم ببانيك اتاك وهلع ودمه يصور ممكن يخش الكونفرجن ان كنترول ما تقدرش لما لها كنترول زود واحده كمان في السبورت تريتمنت سايكوثيرابي ان سيوسايد سايكوثيرابي ان سيوسايد اللي واخده سيوسايدال اللي هو كومن وافيلابل وافكتيف وبيشتغل بسرعه اعمل المريض ده سايكوثيرابي عشان ما يرجعش الموضوع ده تاني حتى لو الواحد غلى لا ما يبقاش على نفسه على السوسايتي.
يحصل كولابس المريض ده بسببين. اولا هو بياخد تراك اديكتف، فالسيلز الميتابوليزم بتاعها بيعتمد على التراك، فيبدا الديشن تعالي الدوز. الاهم من ده وده باربيتوريت انزايم انديوسر، صح؟ بيعمل ستيميليشن انزايم عشان تكسر دراجز ومن ضمنها نفسه. الباربيتوريت يعمل ستيميليشن للدراجز اللي بتكسر نفسه، وبالتالي المريض ياخد بسرعه فيحصل له تولرنس اسرع. في فيو دايز يحصل له تولرنس. هو ياخد من هنا والباربيتوريت يعمل له افكت وجزء يعمل ستيميليشن ليفر انزايم يكسر الباربيتوريت الموجود، فيعوز يحتاج تاني. فيحتاج ريبيتد دوز، ده اللي بيسموها تولرنس. السيلز نفسها بتاخد شهور. الادابتيف تشينج الادابشن بتاع السيلز على الباربيتوريت يحتاج شهور. ده اللي هو التولرنس. روح يا عم. فيزيكال وسايكولوجيكال ديبندنس بيحصل. المريض ده بيحصل له ويدرول مانيفستيشن، هقولها حالك دلوقتي. لو وقف هخش الاعراض السحاب. والبيشن دي رقم 4 له ديترمنتال افكت على نفسه وعلى السوسايتي. ديترمنتال افكت ذا بيرسون اند ذا سوسايتي. عشان حياته. ديترمنتال ولا البيشن ده هي كلينيكال فيتشر غير الاكيد خالص. السيلز نفسها الميتابوليزم بتاعها بيبدا يعتمد على الباربيتوريت، بتشتغل الخصوبة الباربيتوريت. الكلام ده بيحصل في المرض. حسب انت وبتاع احنا قلنا قبل كده في الاديكشن يا جماعه. المريض في الاول خالص اهاب بياخد الدواء عشان يعمل دماغ. ده في الباربيتوريت مش هيعمل دماغ. هيعمل كارمنتيشن وهيدو كده. ده في الاول خالص. بعد شهور هيبقى بقى دخل في مرحله اللي هو بياخد الدواء مش عشان يعمل دماغ ويهدى، عشان يمنع اعراض الانسحاب. الكلينيكال ديكشر بتاع الكرونيك غير الاكيوت خالص. لو انت بتجيلي الاوبيك وبتلاقي المانيفستيشن كلها في عندك مورال، في عندك مود، في عندك منتال، في عندك فيزيكال، زود واحده هي وسترون خدها من مرض. ده الكرونيك كونسيست بتاع الباربيتريت. عمل لك مورال، عمل لك مود، عمل لك منتال، عمل لك فيزيكال، عمل لك وسترون مانيفستيشن. المورا اللي هي اخلاقيه، ده المريض ده كالعاده كلمه واحده ديز اونست. ديز اونست كذاب، خشاش، خداع، مدلس، لاين، ستيلينج، ماشي، يسرق ويكذب وديز اونست. مش حل، ده اللي هي المورا المانيفستيشن. بعدين المود ده كان عنده مود سوينج وديبريشن. مود سوينج وديبريشن، انت عارف في الحاله المزاجيه بيجيله ديبريشن ثابته زي الاوبيت بالظبط. المنتال ده المريض ده لاك كونسنتريشن، معش مركز، حصل له امنيزيا، معش كده حاجه، ممكن يحصل له ديمنشيا، معش عنده جادجمنت، بور جادجمنت، مش عارف يحكم على اشياء كويس. نفس الكلام بتاع اي ادكشن. الفيزيكال كالعاده لوس اوف ويت، لوس اوف ابيتايت، لوس اوف ويت، لوس اوف ابيتايت. الراجل ده مش عايز ياكل، مش نفسه ياكل، بيحصل له لوس اوف ويت، لوس اوف ابيتايت. وذرول مانيفستيشن عشان ما تنساهاش، اعكس الافيوز. وانا بستخدمه في ايه اصلا؟ بستخدمه عشان اعالج الانزايت. هو اصلا بيعمل ايه؟ شو بيعمل هايبوتنشن؟ بالافيوتوسيس. وبيعمل كوما. وبستخدمه لو المريض ما بيعرفش ينام، صح؟ اعكس الكلام ده. الوذرول العكس، بدل ما في هايبوتنشن بالافيوتوسيس ده في هايبرتنشن تاني كارد. يبقى في هايبرتنشن تاني كارد. هيبقى بدل ما في بيشن بيستخدم كانكسيوليتك وبينام، ده عنده انسومنيا وعنده انزايمر. انسومنيا وعنده انزايمر. تبقى ايه؟ انه بدل ما بيستخدم كانتي كونفالزن، ده المريض عنده تريمر كونفالجن. عشان ما تنساش الوزدروبل عكس استخدامه. هو بيستخدم في علاج الايه؟ الكونفالجن، ده المريض دخل في كونفالجن. هو بيستخدم في علاج الانسومنيا، ده المريض دخل في انسومنيا. هو بيستخدم في علاج التريمرز، ده المريض على كونفالجن، المريض دخل في تريمرز. بيقلل الضغط، ده هو بيزوده في الاسترول، هايبر تنشن تاكي كارد. فده ده فكار ده عنده سايكوتيك بيهيفير بقى يا معلم. خش الدرميه، خش في ديبريشن، خش البايبولر، ده كله استرول مانيفستيشن. طبعا نفس الاصطفه دي جنون الارتياح نفسها بالظبط. جنون الارتياح شكر كلها. تريتمنت نفس الكلام. اي تريتمنت بتاع
prediction اول حاجه cardinal phrase بتاعتنا الكلمه الاساسيه بتاعتنا addiction is a disease patient addict that is a disease the person not a criminal ده مريض زي واحد عنده hypertension لايف ستايل لو عنده hypertension زي عنده diabetes ما عملش كcriminal لو عمل كpatient عندك general management وعندك control management الجنرال مانجمنت كان عادي هوسبيتاليزيشن وسيكريسي دخلوا المستشفى وامن عليه مفيش اي حد راح يفضحهم هوسبيتاليزيشن هم اثنين الورقات اللي احنا قلناها ميديكال ونيرسينج وسايكاتري كير سايكولوجيكال ايفالويشن الفيجن ميديكال كير كويس جدا ونيرسينج كير كويس جدا مع الهوسبيتاليزيشن ياكل ويشرب كويس جدا بالانس دايت تونكس مالتي فيتامين الكترولايز ستيرمنس لو حصل له من فوميتنج في الدرول والابدومنا البين يعالج الكلام ده خالص ما ننساش بعد ما المريض يخف خالص او جوه العلاج يبقى في حاجه اسمها تشيرفول كومبني دي حلوه لو المريض ده قاعد مع ناس مش هضربه طب يتعالج من الادكشن ننزل ضرب عليه زي ما كانت في التلفزيون مش عارف مين يضربوهم مش عارف يقلعوهم بتاع يهربوهم لا قاعد مع ناس يحب المكان لما يحب المكان انا بعمل حاجه اسمها انسبشن بغرس له اللي احنا عايزين مصلحته انت ان شاء الله هتبقى كويس انا المره ده قايلين كده ومشي دلوقتي وبص وناس كبيره كده وناس محترمه مش ايه يعني جاء طلعنا ماشيين ما انساش ان المريض ده بعد ما جسمه ينضف محتاج اسمها ريهابيليتيشن قلنا ريهابيليتيشن يعني اعاده تاهيل اعاده تاهيل يخش في بروجرام يعلمه ازاي يدنوا اكبر فتره ممكنه ما يحصلوش ريلابس ريهابيليتيشن ده بيسموه انت ريلابس انت ريلابس يعني ريلابس ما رجعش يضرب تاني يتعلم بهبيه جديده يلعب كوره يشتغل اكتيفيتي يشتغل الشغلانه يشغل وقته بحيث ان هو مش سهل يرجع تاني يضرب ما انساش الوذرول مانيفستيشن انا بعمل جرادوال ولا صدر وذرول ليه صح وغلط جرادوال ولا صدر وذرول جرادوال ليه انت عامل جرادوال انت عامل صدر وذرول انت عامل جرادوال وذرول دراج وانت عامل صدر وذرول حسب الدراسه لو الوذرول مانيفستيشن سيريس لازم اعمل جرادوال عندك باربيتوريت وبييت قلنا اثنين ايه باربيتوريت وبييت الاثنين لازم اعمل جرادوال وذرول لان اعراض الانسحاب بتاعتهم سيفير الصدر وذرول لو اعراض الانسحاب بتاعتهم مش سيفير حاجه زي الانفيتامين الكوكين ستيمولانت كلها عامه اعراض الانسحاب مش خطيره ممكن اعمل صدر وذرول ام اس كيو باربيتوريت كرونيك من غير ام اس كيو صحيح شفوي يعني سيكو باربيتال يعني كوميتال وصالي ام اس كيو بعمل جرادوال ولا صدر وذرول ما انساش المريض ده يحتاج سايكاتريك تريتمنت انت سايكوتيك ويحتاج يخش فيه انت ميديكال تريتمنت بشكل هنخلص الهند ده هنخلص على ابو صليب بس ده
بتاعه في البرين ستيم قليل،
بايندنج سايت بتاعه في البرين ستيم قليل، فبعرف ايه في الباس فيسيولوجي كلمه واحده بس، بنزوديازبين زائد بنزوديازبين ريسبتور يزود الجابا سينس ديبريشن. مش عايز اكتر من كده، مش عايز اكتر من كده. المانيفستيشن اللي عندي في عندك سينس مانيفستيشن، في عندك مانيفستيشن في جي دي، في عندك مانيفستيشن بيسموها بارادوكسكال، وعندك اوراق الكونجيشن معاك. سينس ديبريشن كالعاده بقول لك المايل تو مودريت توكسيستي، فالبيشن تخش فيه سومنلنس. سومنلنس يعني نعاس، نعاس البيشن بينعس كده، تخش بعد كده في كونفيوجن، تخش فيه اتاكسيا، يحصل له كتوزس ابنورمال موفمنت. ده المايل تو مودريت توكسيستي، مايل تو مودريت توكسيستي انيشال مانيفستيشن كده، بيشن مايل تو مانيفستيشن كتوزس از ارثريا اللي هو سلير دي سبيتش سبانتين شهيره قوي، واخد بنز لازم لسانه تقيل عامل زي الالف كده. بيشرط عنده توزس، عنده اتاكسيا نورمال موفمنت، هيحصل له كونفيوجن. السيفير توكسيستي يخش في كوما، السيفير توكسيستي كوما زيه زي البربيتري. جوي تي ماشي بحال. الغريب في الامر بقى اللي هو من ضمن الادويه اللي بتعمل بارادوكسيكال اكشن. يعني ايه بارادوكسيكال اكشن؟ يعني لا منطقي غير منطقي. المفروض ده سيتف هيبنوتيك، وانا دي اخش في الهجر دي. المفروض ده سيتف هيبنوتيك، مش اللي يحصل له انكزايتي ليه؟ هو بيستخدم كانكزيوليتيك، خلي بالك ده مش ستروك، ده اكيد توكسيس. جه بقى اكيد تقول انسى عشان مش تنسى. المريض يجي لك يقول لك انا خدت شريط زانكس، ماشي؟ وخدت شريط كالبيبات، هو برومازيبات مش مكتوب. شريط زانكس وتلاقيه جاي جديد، تلاقيه جاي كونفالس. يقول لها يا عم ده سيتف هيبنوتيك توكس ستروك، لا ممكن يجي. ده ممكن يجي بس بيسموها بارادوكسيكال اكشن. بارادوكسيكال اكشن اجيتيشن يحصل له كونفرجن بس لا يقاس عليه، مش اي واحد جاي مش عارف ايه يقول ده ممكن بنز مش عبيط يعني. كومن از كومن رير مي بريزنت او رير مي اوكي، يعني ما يقولكش كل واحد يجي لك بنز يقول له تيجي اجيتيشن، لا واحد من مليون مثلا يجي لك اجيتيشن، واحد من 2 مليون يجي لك كومباتيفنس يعني شرس كده وعنيف، يجي لك كونفرجن بس ده اللي بتاع انكزايتي، يجي لك بتريمورز. الكلام ده ايه؟ الكلام ده اللي هي بارادوكسيكال اكشن. بقول لك شهيره جدا الناس اللي بتاخد منومات وتشرب خمره بره، هي ده الطريق الملكي للموت عندهم. هي اصلا عايزه تنام فبتاخد انكزيوليتك او بتاخد سيتيف هيبنوتيك، تاخد البنزو من هنا وتبلع بالايه؟ بالالكول. هي بقى ما صحيتش. ليه؟ سبب ايه؟ السبب الاولاني الالكول بيشتغل بنفس الطريقه بتاعت الخصم. جابا ريليز، جابا ريليز وكافيت انتاجونست يسموه اديتيف افكت. الفا البربيترين اديتيف افكت يزودوا على بعض الاكشن. واثنين الكحول يزود للبايندنج بتاع البنزو للبايندنج سايت بتاعه. فلسيادتك فقدته في الاورال بنزو على الريسبيراتور سنتر البايندنج سايت يرجع يزيد، فيزيد الريسبيراتور سنتر ديبريشن ديبريشن ديبريشن. كونجيشن الكحول البربيترين مع البنزو عمل له مصيبه، عمل لي مور سينس ديبريشن ومور ريسبيرانت سنتر ديبريشن. ليه؟ السبب الاولاني الاثنين بيشتغلوا بنفس الميكانيزم، عديت الريفاكت. السبب الثاني هيزود لي البايندنج بتاع البنزو للبايندنج سايت بتاعه، وبالتالي تزيد التوكسيستي بتاعه. ده اللي هي المصر فيسيولوجي والكلينيكال فيتشر بتاعه. ايه الانفستيجيشن بتاعه؟ بيقول لك الدياجنوز بتاعه بيتعرف بالهيستوري والمانيفستيشن. دياجنوز البنزو ديزبين هيستوري ومانيفستيشن بتاعه. عايز تقيس قيس البنزو ديزبين في البلاط بس مش افيشنت قوي، اللي انت تقيس بحاجه اسمها جي سي ام اس. في جي سي ام اس ده جاز كروماتوجرافي ماس سبيكتر فوتومتر، هي كده جي سي ام اس. تاني ان شاء الله هياخد منكم كلينيكال باثولوجي او لاب او اناليتيكال باثولوجي هيعرف ان في حاجات. بعدين يا جماعه بعدين في حاجات بتقيس وفي حاجات بتكونفيرم. الجولدن ستاندرد في الانفستيجيشن بتاعت اللاب كله الاثنين دول مع بعض. جاز كروماتوجرافي ماس سبيكتر فوتومتر يقول لك بالاب اكبر بالك. جاز كروماتوجرافي ماس سبيكتر فوتومتر. ماشي الحال؟ ده جاز كروماتوجرافي خدناها قبل كده. بقول لك قيس في البلاي. في انفستيجيشن كمان؟ اه في انفستيجيشن كمان. زود ايه هو؟ تعالى كده يا عم، تعالى كده زود ايه؟ قول قول انفستيجيشن ايه؟
انا اعمل له كوما اعمل له ايتنشن اعمل له مش عارف ايه اعمل ايه بروتين بروتين مش عايز بالسبب بروتين واعمل بس بالليفر كارب دي سي ام اس واعمل روتين وتشخص الهيستوري بيه كليكال بعد ازاي الريتمنت بتاعي المهم الريتمنت بتاع البنز مهم هو ما يجيش كده النهارده عندنا واحده تيجي كده واحده ما تجيش كده لو عملت لي اخش في الدرون ما نفسيش اخش في الكونفرنس
فلازم تطمن المريض ده اكيد. قوم نستنى عليه شويه نشوف اعراض الاسحاب هتظهر ولا لا. ما ظهرتش فالانتظار تاني يوم. الواد خد الامبول من هنا 15 امبول كله والله العظيم ده حصل حصل يعني. خد الامبول من هنا وفت عليه وسلم على عمام كلهم قاعدين جنبه وبدا يحكي كل حاجه استنى كل حاجه. ده حاجه كده تشوب يعني فاهم المريض نايم كده وياخد الامبول من هنا حاجه دراماتيك مره واحده تريتمنت اوف كوما البيشنت ده عايز مونيتورنج كويس عايز سبورت تريتمنت كويس عايز فلويد كويس عشان لو دخل في اعراض الانسحاب او سيادتك وديته لايه؟ كوماسيشن النهارده اتكلمنا على البارتوكرين اتكلمنا على البارتوكرين مهم جدا الكوما الكتب اخر كتب مهم جدا بس